Hello everybody, a new episode of our program Madrasa على الهواء. Today this time in mathematics we are going to learn a new lesson. هنكمل بيه اليونت اللي احنا كنا ابتدينا فيها. كنا بنتكلم في اليونت دي عن ايه؟ بنتكلم في اليونت دي عن the volume. عرفنا definition of the volume وعرفت how to calculating the volume for some of the geometric solid. كنا خدنا السيشن اللي فاتت ازاي اقدر اعمل كالكوليتنج للفوليوم اوف اي اوف كوبويد، وعرفنا ان الكوبويد ده عباره عن ايه، جيومتريك في جيومتريك سوليد، وقلنا ان هو هاف ايه، هاف 3 دايمنشنز. قلنا 3 دايمنشنز دول اللي هم ايه، لينث ويدث اند هايت، وقلنا ان في سبيشال كيسز ان هو يجي يقول لك ايه، ها ذا بيز اوف كوبويد از ذا ها سكوير. فعرفت ساعتها ان انا ببقى عارف ان اللينث اند ويدث ار equal a length، يبقى الدايمنشن بتاعتك تبقى length, width and height, but length, width are equal in value. طيب النهارده هناخد حاجه جديده، how to calculate the volume for another geometric solid. زي ايه بقى احنا هناخده النهارده؟ هناخد النهارده ازاي اقدر اعمل calculating the volume of cuboid cube. طيب احنا خدنا السيشن اللي فاتت الكيبورد، هناخد السيشن دي او السيشن دي هناخد فيها ايه؟ هناخد فيها الكيوب. جميل. طب هل عشان انا اقدر اعمل كالكوليتنج للفوليوم اوف كيوب برضو هعمله نفس الفكره ان انا هقدر اعمل ايه، كاتنج لكيوبس سمول كيوبس وبعدين اعمل كاوتنج؟ لا، احنا قلنا ان احنا في الاخر بنعمل رولز نقدر ايه، نعمل كالكوليتنج من خلالها للفوليوم. طب خلينا بس نفتكر الاول ايه هو الكيوب. الكيوب كان كده، هو عباره عن ايه، عباره عن جيومتريك سوليد، وقلنا has how many faces، كنا عملنا counting قبل كده وعرفنا ها number of vertices number of faces و number of edges. خليني افكرك، احنا قلنا السايد ده بنسميه ايه في السوليد عندي؟ ده بيبقى اسمه ال edge، مش كده؟ طيب how many edges in my cube، ها 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي اللاترال هنا ها 9 10 11 12. يبقى لو انا هتكلم على number of ages يبقى عندي كام هنا age؟ 12 ages. طب ده جميل. طب لو انا هعمل counting او انا عايزة اعرف how many vertices، طب ايه اصلا vertex فين هنا؟ هي دي ال vertex بتاعت الكيوب. طيب لو انا عايزة definition لل vertex اقدر اقول هي عبارة عن ايه؟ انا بتهيألي هي ال point اللي بيحصل فيها intersect ال 3 ايه، دي 3 دايمنشنز. انت عندك هنا ايه، المفروض ان ده لينث ويدث اند هايت، بس انا عارف ان انا بتكلم في كيوب، والكيوب بيبقى ايه، بيبقى 3 دايمنشنز ار ايكوال. طيب ال 3 دايمنشنز هنا حصل لهم انترسكت فين؟ ان وان بوينت. البوينت دي هي اللي انا بقدر اقول عليها ان هي اسمها الايه، الفيرتكس. طيب يا ترى ايه هو النمبر اوف فيرتكس هنا في الكيوب بتاعي؟ 1 2 3 4. يبقى عندي هنا في الابر بيز عندي في 4 فيرسز، طب داون يبقى هنا 5 6 7 8. يبقى انا عرفت ان انا عندي 8 فيرسز في الكيوب بتاعي. يبقى لو انا قلت هنا النمبر اوف فيرسز ايكوال 8. جميل. طيب ذا نمبر اوف فيسز، اتفقنا قبل كده ان الفيسز ممكن اقسمهم لنوعين او تو تايبس، عندي الابر بيز واللور بيز، وعندي البيزز اللي هي بتكون في الجناب او الفيسز اللي بتكون في الجناب، دي بنسميها ايه؟ بنسميها اللاترال فيس، مش كده؟ طيب تعالى نعمل هنا كاونتنج، عندي 1 2 3 4 5 و 6. طب لو انا اقدر، انا قاعد في الروم بتاعتي والروم بتاعتي عباره عن كيوب، بص كده لو الاوضه اللي انت قاعد فيها اذا كيوب تقدر تعمل لي كاونتنج للفيسز. انت عندك في اللاترال هنا في الجناب عندي 1 2 3 4، يبقى اللاترال فيس از 4. طب 1 اب يبقى 5، طب والبيز تحت داون يبقى ايه؟ يبقى 6. يبقى انا عندي 6 فيسز متقسمين 4 لاترال اند 2 بيز. جميل جدا كده اتعرفنا تاني على الايه، على الكيوب. طب انا باقي عندي بقى مشكله، يا ترى ازاي هقدر اعمل ها كالكوليتنج، ازاي هقدر احسب الفوليوم اوف كيوب؟ طيب قال لك هنا ايه؟ قال لك خد بالك معايا ان الكيوب بتاعي ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيوبويد، وده اللي احنا قلناه الابيسود اللي فاتت. الله، بس الكيوب الكيوبويد بيكون فيه 3 ديفرنت دايمنشنز. ما هو لما يكون ال 3 دايمنشنز دول ار ايكوال فاقدر اقول ان الكيوبويد ده كونفرت تو ايه؟ كونفرت تو كيوب. جميل. طيب وعرفنا ان النمبر اوف ايجز ار اول از 12. طيب
وعارف برضو ان الكيوب all faces is squares. ما دام انا عارف ان 3 dimensions are equal، فبالتالي هلاقي كل face بتاعي بيعمل لي shape of ايه؟ shape of square. يبقى انا عندي فيه كام shape او كام face in shape of square في الكيوب بتاعي؟ ها 6 squares. طيب جميل، بيقول لك عندي هنا ايه؟ اتش فيس از سكوير. تمام، بيقول لك الاريا اوف وان فيس. خلينا بقى نفتكر، لو انا هقول لك دلوقتي انا عايزه اجيب الاريا اوف فيس اوف كيوب، طب هو الفيس اوف كيوب عباره عن ايه؟ عباره عن سكوير. يبقى انا عشان اعمل كالكوليتنج للاريا اوف وان فيس، خد بالك انا بعمل الاريا اوف وان فيس اوف كيوب، يبقى هقول ايكوال ايه؟ ايكوال اتش تايمز اتش، او هقول سايد تايمز سايد. طيب لو انا عايز اجيب البريمتر اوف وان فيس اوف كيوب، طب ما انا عارف الفيس اوف كيوب الشاب بتاعه بيكون ايه؟ سكوير. يبقى انا هطبق عليها الرولز بتاعت مين؟ السكوير. يبقى لو انا بتكلم على البريمتر اوف وان فيس للكيوب، يبقى انا بتكلم على البريمتر بتاع اوف سكوير. جميل، اللي هو عباره عن ايه بقى؟ اتش تايمز 4 اور سايد تايمز 4. جميل، نرجع بقى الموضوع الاساسي اللي انا عايزه اصلا اعمل، ها الفوليوم اوف كيوب. يا ترى ازاي اجيب الفوليوم اوف كيوب؟ قال لك بص بقى، ده فوليوم اوف كيوب، علشان نعمله كالكوليتنج لازم نطبق الرول اللي عندي دي، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن اج تايمز اج تايمز اج. افتكر معايا كده، هو الفوليوم اوف كوبايد كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن لينس تايمز ويث تايمز هايت. لو خدت بالك هتلاقيها هي نفس الرولز، اللي انا عارف ان في الكيوب الثري دايمنشنز دول ار ايكوال، يبقى هي بدل ما اقول لينس تايمز ويدث تايمز هايت، هقول اج تايمز اج تايمز اج، لان هما كلهم بقوا نفس الايه؟ بقوا نفس الفاليو، لان انا بتكلم هنا في مين؟ بتكلم في كيوب. اوكي، طيب خليني اقول لك على حاجه تاني، اقول لك على ايه؟ خد بالك، ما دام بتعامل في الاكسرسايز بتاعي او بتكلم في الطبق بتاعي عن كيوب، ما تقدرش تتحرك ابدا في الطبق ده الا ما يكون في ايدك الفاليو اوف اج. لازم يكون معاك الايدج في ايدك بتتكلم فيه. معنى كده ان هو ممكن يجي لي في الطبق بتاعي ما يدينيش الايدج بتاع الكيوب، ممكن يديك مثلا البريمتر اوف فيس ما يدكش الايدج، او ممكن يديني الاريا اوف وان فيس، او ممكن يديني الفوليوم ويطلب مني الايدج. بتصرف ساعتها ازاي؟ هدي لك انا بقى رولز علشان نعرف ان احنا نتصرف فيها لو هو كان ضاحك عليا في الطبق بتاعي ومش مديني الايدج اوف ها اوف كيوب، انما اداني حاجه ثانيه عشان اقدر اجيب منها الايه؟ الايدج بتاعي. طيب ممكن مثلا يجي يقول لك ايه؟ لو هو كان الجيفن اللي هو مديهولك في الطبق بتاعك السم اوف ايجز، الطبيعي ان هو يديني لينس اوف وان ايج، انما قال لك ان السم اوف ايجز ايكوال وريفر 12. طب انا لازم عشان اشتغل قلنا ان لازم يكون معاك مين؟ الايدج. طب يبقى انا اجيب الايدج بتاعي ازاي؟ يبقى هنعمل سم اوف ايجز ها ديفايدد 12. انا عارف ان هما 12 ايج، يبقى لو انا عايز ال1 ايج يبقى هعمل السم اوف اول ايجز ديفايدد 12. طيب لو كان الجافن بتاعي في التوبيك مديني البريمتر اوف وان فيس، ازاي اقدر اجيب منه اللينس اوف وان ايج؟ هتطبق الرول ده، هنقول ان الايج ايكوال بريمتر اوف وان فيس ديفايدد 4. اوكي، طيب لو هو كان مديني الاريا اوف وان فيس، طب ما انا عارف الاريا اوف وان فيس، يبقى كاني بقول الاريا اوف ايه؟ الاريا اوف سكوير، اللي انا اصلا جبتها ازاي؟ اللي هي عباره عن اج تايمز اج. يبقى انا هشوف النمبر ده، ايه النمبر اللي عامله تايمز اتسلف يديني ها النمبر، او بننزل عليها حاجه اسمها الايه؟ السكوير روت، ودي بتلاقيها موجوده عندك في الكالكوليتر، بتلاقي فيه كده بتلاقي علامه السكوير روت. طيب او ممكن نجيبها بالفاكتورايزنج. طيب وانس ان هو اداني الفوليوم بقى وطلب مني ان انا اجيب له الايدج، ممكن نطبق عندي الرول ده اللي هو الكيوب روت اوف ذا ايه؟ اوف ذا فوليوم. وهنشوف اكسرسايز على كل حاجه من اللي احنا ايه؟ التوبكس اللي احنا قلناها. طيب اول اكسرسايز بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا ذا كيوب ويز ايج لينث 5 سنتيمترز، فايند اتس فوليوم. طبعا احنا في رولز بنمشي عليها، اول حاجه قلت لك لازم تحدد الفاليوز اللي عندك.
انا عندي هنا just one value، لازم تقولي الفاليو دي بتاعت مين. هو قال لي with age length، يبقى انا عارف ان الفاليو دي ذا ايه، ذا age. طلب مني ايه؟ طلب مني find the volume. طيب الفوليوم بتاع مين؟ الفوليوم بتاع الكيوب. طب انت عارف rules تقدر تعمل منها calculating the volume of cube؟ انا عارف ان الفوليوم of cube equal age times age. وهو اداني given هنا في الداتا بتاعتي، قال لك ان length age is 5، يبقى cancel age and put 5. cancel age and put 5. cancel the other age and put 5. يبقى الانسر بتاعتي تبقى 5 times 5 times 5 equal 125. خليني افكرك، خد بالك ان لازم احط الـ unit of the value هنا. يا ترى الـ unit اللي انا بستخدمها عشان اعمل calculating للفوليوم، احنا بنعمل calculating لمين؟ للفوليوم. طب يا ترى الـ unit اللي هستخدمها هنا ايه؟ هستخدم سنتيمترز؟ لا، هنستخدم ايه؟ كيوبيك سنتيمترز. يعني عندي هنا 5 سنتيمتر، هنا 5 سنتيمتر، هنا 5 سنتيمتر، يبقى سنتيمتر تايمز سنتيمتر تايمز سنتيمتر يديني كيوبيك سنتيمتر. طيب هل التوبيك بتاعي يجي لي كده مباشر ان هو دايما يديني الايج ويقول لي كالكوليتنج ذا فوليوم؟ او ممكن يديني حاجه ثانيه، يقول لك ايه؟ ذا سام اوف لينسز، ذا سام، ما تعديش ذا سام دي ابدا، اوف لينسز اوف اول ايجز اوف كيوب ايكوال 132. انا عندي هنا فاليو، كالكوليت اتس فوليوم، عايز الفوليوم. اولا السوليد اللي انت بتتكلم فيه هو قال لي ان هو كيوب، يبقى انا هطبق كل الرولز بتاعت الكيوب. طب الفاليو دي بتاعت ايه؟ يا ترى الايدج؟ لا، هو قال لك ذا سم اوف اول ايدجز، يبقى ده السم. طب حد فاكر معايا انا قلت لك ما نشتغلش ابدا في الكيوب غير لما يكون في ايدك مين؟ الايدج. طب ازاي اقدر اعمل كالكوليتنج للايدج من السم اوف اول ايدجز؟ انا عارف ان هم كلهم كام؟ 12. طب انا عايز الفاليو اوف 1 ايدج، يبقى هنعمل ايه؟ هنمسك النمبر ده ونعمله ديفايدد لاول ايدجز اللي هم كام؟ اللي هم 12. يبقى هقول اللينث ايدج ال1 ايدج يطلع ايكوال ايه؟ 132 ديفايدد 12. اشمعنى عملت ديفايدد 12؟ لان انا عارف ان السم اوف اول ايدجز هم كلهم النمبر بتاعهم قد ايه؟ 12. يبقى يطلع ايكوال كام؟ ايكوال 12 سنتيمتر. اشمعنى استخدمت هنا ليه؟ استخدمت السنتيمتر، انت بتجيب لينث، لينث اوف ايج، يبقى نستخدم له السنتيمتر. جميل، بقى انت معاك ايه دلوقتي؟ معايا الايج، اقدر اتصرف زي ما انا عايز، كل حاجه هو طالبها اجيبها له فورا. طلب مني ايه؟ طلب مني الفوليوم. طب الروت بتاع الفوليوم اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو ايج تايمز ايج تايمز ايج، وانا لسه جايب الايج حالا بكام؟ ب 11. جميل جدا، يبقى انا هو لما اداني السم عملت ديفايد 12 جبت ال 1 ايج. قدرت اقدر اقول له دلوقتي ان الفوليوم يبقى ايج تايمز ايج تايمز ايج، كانسل ايج اند بوت 11، يبقى 11 تايمز 11 تايمز 11، يبقى 11 تايمز 11 تايمز 11، هتعمل لها كالكوليتنج تطلع ايه؟ 1331. اليونت بتاعتي مهمة جدا اللي هستخدمها تبقى ايه؟ خد بالك انت بتعمل كالكوليتنج للفوليوم، تبقى كيوبيك سنتيمترز. جميل جدا، تعال نشوف طابق تاني. يبقى مهم جدا ما دام انت عندك الطابق بتاعك، لازم الاول تطلع الداتا، ولازم اتاكد الفاليو بتاعت الداتا اللي هو مديها لي دي بتاعت مين؟ يا ترى هي بتاعت الايدج فانا هتصرف بيها على طول، ولا هي بتاعت البريمتر اوف فيس فانا هضطر افك واجيب منه الايج علشان اقدر اعمل كالكوليتنج للفوليوم، ولا هي السم اوف اول ايجز يبقى انا مضطر اعمل لها ديفايد 12 عشان اعرف الايج الواحد الفاليو بتاعته بقد ايه؟ تعالى نشوف الطبق ده هيقول لي فيه ايه. فايند ذا فوليوم اوف كيوب ويتش بريمتر ويتش بريمتر اوف اتس فيس اوف اتس فيس از ذا 12 سنتيمتر 20 سنتيمتر. يبقى انا عندي هنا بيديني فاليو، مش مهم ان انا اخدها اشتغل بيها على طول، طب ما هي ممكن ما تكونش ايج، لازم اتاكد. بيقول لي فايند ذا فوليوم، يبقى هو اسكت مي اباوت ذا فاليو. اوكي ويتش بريمتر، يبقى الفاليو جوي از ذا بريمتر اوف وان فيس. طب انا بتكلم في الشيب بتاعي عباره عن ايه؟ السور بتاعي عباره عن ايه؟ عن كيوب. طب في الكيوب ومديني بريمتر اوف وان فيس، لازم اجيب ايه؟ قلت لك لازم يبقى معايا مين؟ اللينس اوف ايج. طب حد فاكر اجيب ازاي الايج؟
لما يديني بريمتر اوف وان فيس انا فاكر كويس هقول ان الاتش ايكوال بريمتر اوف فيس ديفايدد وات ديفايدد 4. اوكي يبقى ايكوال هنكنسل البريمتر هنا نحط مكانها كام الفاليو بتاعتها 12 يبقى 12 اوفر 4 ايكوال 5 سنتيمتر. طب يا ترى انا كده خلصت؟ تعال نشوف هو كان طالب مني اكيد الايدج، لا ده طلب مني فايند ذا فوليوم، عشان كده اضطريت ان انا اعمل كالكوليتنج للاول لمين؟ لللينث اوف ايدج. طيب حد فاكر معايا الرول بتاعت الفوليوم كانت ايه؟ كانت ايدج تايمز ايدج تايمز ايدج، يعني هقول 5 تايمز 5 تايمز 5 يطلع الانسر بتاعي 125 كيوبيك سنتيمترز. لما كنا بنعمل هنا كالكوليتنج للفوليوم يبقى عندي متاكد ان اليونت بتاعتي لازم تكون بالايه؟ كيوبيك. لكن لما عملت كالكوليتنج لللينس اوف ايج كان عندي هنا بالسنتي ايه؟ سنتي متر. اوكي. ليتس موف تو انذر ايديا. خلينا نشوف فكره ثانيه. بيقول لي هنا ايه؟ فايند ذا فوليوم. طلب مني الفوليوم اوف كيوب. يبقى انا عارف ان لازم يكون عشان اعمل كالكوليتنج للفوليوم يبقى الاتش تايمز اتش تايمز اتش، يبقى لازم يكون معايا الاتش عشان اعمله تايمز اتسلف 3 تايمز. اوكي which the area of its face، يبقى الفاليو اللي جايه دي لا ده مش الاتش ده الاريا اوف وان فيس ايكوال 9 سكوير سنتيمتر. انا ممكن اعرف لوحدي على فكره ان دي مش الاتش حتى لو انا ما خدتش بالي ان هو قال لي the area of its one face. ليه؟ عشان اليونت بتاعها، اليونت بتاعها هنا مديها لي ايه؟ سكوير سنتيمتر. يبقى انا متاكد ان لازم تكون الفاليو دي ايه؟ لاريا، بدليل ان اليونت بتاعتها بالايه؟ بسكوير. يبقى دي الاريا اوف وان فيس. مش هعرف اشتغل بيها كده، لازم اعمل الاول كالكوليتنج للايه؟ كالكوليتنج للايدج. هنقول الايدج ايكوال ايه؟ ممكن اقول ان هي تبقى عباره عن الروت للناين. واشوف بقى يا ترى ايه النمبرز اللي عملنا له تايمز اتسلف يديني، ها يديني 9. انا عارف ان 3 تايمز 3 ايكوال 9. طب يعني الايدج تايمز ايدج، انا عايزه ايدج جاست 1 ايدج، يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 3 سنتيمتر. او ممكن اعملها بطريقه ثانيه، ممكن اجيب هنا ال 9 اوكي ونعمل لها فاكتورايزنج. نعمل هنا ديفايدد 3 ايكوال 3 ديفايدد 3 ايكوال 1. يبقى انا عارف ان ال 9 equal 3 times 3، يعني هنا ال age times age، يعني ال age بتاعك equal ايه؟ ال value بتاعته equal 3. تمام جميل. نعمل بقى calculating لل volume. يبقى ال volume equal age times age times age، يعني يطلع equal 3 times 3 times 3 equal 27. سمع كلنا بنقول cubic سنتيمتر عشان احنا عارفين كلنا احنا بنعمل كالكوليتنج للايه؟ للفوليوم اوف كيوب. طيب ليتس موف تو انذر توبيك. خلينا نشوف ايديا تاني. ايديا تاني بيقول لي ايه؟ ذا توتال اريا اوف ا كيوب. هنا مشكله بقى، ده هو مش بيتكلم على الاريا اوف وان فيس، لا ده هو جايب لي التوتال اريا. طب لما يقول لي التوتال اريا اوف اول الفيس لكل الفيسز اللي عندي يبقى هو مديني الاريا فور هاو ماني فيسز؟ 6 فيسز. ما هو لما يقول لي التوتال اريا فور اول فيسز هو بيتكلم في 6 فيسز. يبقى احنا لازم عشان اتكلم الاول واحده واحده نتكلم في فيس واحد بس، جاست وان فيس. يبقى هجيب التوتال اريا دي نعملها ديفايدد ايه؟ هنعملها ديفايدد 6. ليه؟ عشان منها ابقى بشتغل بس في اريا اوف وان فيس. طيب انا ازاي بقدر ان انا اعمل فاكتورايزنج للفيس اريا دي عشان اجيب منها الايدج؟ قلنا يا اما بنعمل لها فاكتورايزنج يا اما بنشتغل على السكوير روت. طيب تعالى نشوف هنشتغل التوبيك بتاعي معايا ازاي. بيقول لي ذا توتال اريا اوف كيوب ايكوال 54 سكوير سنتيمتر. جميل. يبقى اول حاجه بحدد الداتا بتاعتي. انا متاكد ان الداتا دي مش لينث ايدج. ليه؟ لان اليونت بتاعتها فيها سكوير. طيب تعالى بقى نتاكد كويس. بيقول لك الاريا اوف كيوب التوتال اريا، ده الاريا اوف 6 فيسز. جميل. عايزين نجيب منها الايه؟ عايزين نجيب منها الفوليوم. بس انا عارف ان الفوليوم ما يجيش غير بايه؟ برول واحد بس اللي هو الايدج تايمز ايدج تايمز ايدج.
يبقى انا بقى مضطره اعمل ايه؟ ماب بقى، اتصرف في الاريا دي عشان اقدر اجيب منها الاول الايدج. طب مين فاكر معايا كنا بنتصرف فيها ازاي؟ انا ممكن اجيبها بستيب واحده، ان انا اقول ان الايدج ايكوال. اول حاجه خد بالك دي توتال اريا، يبقى هنقول التوتال اريا ديفايدد، ها هنقسمها على كام فيس عندي هنا؟ 6 فيسز. جميل. طب والرول اللي هتطلع المفروض نعمل لها ايه؟ المفروض نعمل لها فاكتورايزنج 2 تايمز، فممكن اعملها كده مره واحده وننزل بيها على الكالكوليتور، فتطلع ايكوال كانسل توتال اريا ونحط الفاليو بتاعتها اللي هي 54 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 6. تلاقي الانسر بتاعتك ايكوال ايه؟ ايكوال 3 سنتي. جميل جدا. طيب يبقى انا عرفت ان دي الفاليو اوف ايه؟ اوف ماي ايج. طيب خلينا نجيب الفوليوم، يبقى الفوليوم ايكوال ايج تايمز ايج تايمز ايج، يعني ايكوال 3 تايمز 3 تايمز 3 ايكوال 27 كيوبيك سنتيمترز. هل ممكن في ميثود تانية عشان نقدر نعمل بيها سولفنج للايديا دي؟ اه ممكن اشتغلها بقى بستبس واحده واحده. ازاي؟ ان انا اول حاجه هقول ها الاريا اوف 1 فيس، انا عارف ان دي توتال اريا. اوكي يبقى انا المفروض اجيب الاريا اوف 1 فيس، يعني هنقول ايه؟ هنقول 54 ديفايدد وات؟ ديفايدد 6، لان انا عارف ان هما كلهم كام؟ ها 6 فيسز. يطلع الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال 9 سكوير سنتيمتر، لان انا كده جبت الاريا لفيس جاست 1 فيس. طيب هنمسك بقى الاريا ل1 فيس دي اللي انا عارف ان هي اصلا عباره عن ايج تايمز ايه؟ تايمز ايج، ونعمل منها كالكوليتنج للايج. ازاي؟ هنعمل لها فاكتورايزنج. اشوف اسال نفسي يا ترى ايه هو النمبر اللي انا عملته تايمز اتسيلف 2 تايمز فيديني ال 9. اه انا عارف هنا 9 ديفايدد 3 ايكوال 3 ديفايدد 3 ايكوال 1، يبقى دي الايج تايمز اتش، يعني يبقى الايج بتاعك ايكوال ايه؟ ايكوال 3 سنتيمتر. ومنها بعد كده نحسب الفوليوم، يبقى الفوليوم ايكوال ايج تايمز ايج تايمز ايج، يعني ايكوال 3 تايمز اتسيلف 3 تايمز، تطلع ايكوال 27 سكوير سنتيمتر. يبقى انا كده خدنا تو ميثودز عشان اقدر اعمل بيها سولفنج للتوبيك اللي كان معايا. طيب افرض ان هو ما قالكش بقى التوتال اريا، لو جه قال لك لاترال اريا، طب انا فاهم احنا عارفين ان اللاترال هنا عندنا هاو ماني فيسز؟ 4. انما لو قال لي التوتال يبقى 6 1 2 3 4، اللاترال فيسز كام؟ 4 فيس. طيب تمام، بص بقى في التوبيك ده بيقول لك ذا لاترال اريا اوف كيوب ايكوال 100 سكوير سنتيمتر، ده اللي هو ايه؟ ده اللاترال اريا، يعني بتتكلم في كام فيس؟ في 4 فيسز. جميل. فايند ذا فوليوم، الفوليوم ايج تايمز ايج تايمز ايج، يبقى انا مضطر الاول ما اشتغلش باللاترال اريا دي ابدا، لازم اعمل اول كالكوليتنج للايج اللي هي تطلع ايكوال ايه؟ ممكن نجيبها في ستيب واحده. انا هجيب اللاترال اريا واعمل لها ديفايدد ايه؟ 6 او 4؟ لا اللاترال اريا دول 4 فيسز بس، يبقى نعمل هنا ديفايدد 4 وننزل عليها الفاكتورايزنج بتاعها، يبقى ايكوال كانسل لاترال اريا اند بوت اتس فاليو 100 ديفايدد 4، يبقى الفاكتورايزنج بتاع ال 100 اوفر 4 يطلع ايكوال وات؟ يطلع ايكوال 5 سنتيمتر. جميل. نبدا بقى نعمل كالكوليتنج للفوليوم اللي هو ايج تايمز ايج تايمز ايج. مس لازم اكتب الرول؟ اه طبعا، ما دام احنا بنشتغل وانت بتطبق الرول بتاعتك لازم لو سمحت تكتب لي الرول قبل ما نبدا نعمل فيها ايه؟ سبستيوتنج، يعني بقى قبل ما نبدا نحط الفاليوز بتاعتها. طيب يبقى الفوليوم ايكوال 5 تايمز 5 تايمز 5 اللي هي ايكوال وات؟ ايكوال 125 كيوبيك سنتيمترز، عشان انا مش ناسي ان انا ايه؟ مش ناسي ان انا بعمل كالكوليتنج للفوليوم. ده كان اخر توبيك موجود معايا في الابيسود بتاعت النهارده. استناني ان شاء الله الحلقه الجايه الاسبوع الجاي، واستناني بريب 1 مع الجيومتري. السلام عليكم.